خليني بس أبدأ معاكم بحاجة مهمة جدا، وعايز النهاردة أبدأ من عند أشرف داري. عايز أبدأ من عند أشرف داري بفضل الله عز وجل. أشرف داري وصل مصر النهاردة قادما من باريس بعد أن أنهى علاقته مع نادي بريست الفرنسي، وكان في استقباله مندوب من النادي الأهلي، وخرج من المطار متخفيا وذهب به إلى جي دبليو ماريوت، إلى فندق جي دبليو ماريوت. على فكرة بالمناسبة أنا امبارح تحديت الكل وقلت اللي بيقول أشرف داري جاي التلات فنكوش، واللي بيقول جاي الأربع فنكوش، والأيام بيننا. أشرف داري حضراتكم لو أي حد يدخل بعلاقاته يكلم أي حد في المطار يسأل على الطيران اللي كان جاي الصبح من باريس، هيلاقي على متن الطائرة أشرف زهير داري، وكان في انتظاره مندوب من النادي الأهلي. ومن معلوماتي بعد ذلك من خلال المتابعة عرفت أنه توجه بي إلى جي دبليو ماريوت، وأنه كمان أجرى الكشف الطبي، وللأهلي بقى بعد ذلك أن يعلن كما يريد وفي التوقيت اللي هو عايزه بعد ما أشرف داري ينتهي من تصوير المقدمة والبرومو الخاص بتقديمه للجماهير. أشرف داري صفقة ناجحة جدا ومهمة جدا للنادي الأهلي، وصفقة من العيار الثقيل أبرمها الأهلي لينضم إلى زميله يحيى عطية الله رسميا ويوسف أيمن، ويبقى كده رسميا الأهلي أبرم ثلاثة صفقات: يوسف أيمن، أعقبه يحيى عطية الله، ثم أشرف داري. وصلوا النهاردة، أشرف داري وصل النهاردة، وعايز أقول لكم نفس الطريقة اللي طلع بيها يحيى عطية الله من المطار هي الطريقة اللي طلع بيها أشرف داري من المطار. طلعوه متخفي، تعرفين صفقات الأهلي أصبحت حديث الرأي العام وحديث كل القاسي والداني، فبتوع الأهلي أذكياء، يلبسوهم كمامة، نظرة سودة مع كمامة، افهم بقى أنت، ويتكل على الله يخرج من المطار دون أن يلتقط معه أحد أي صور. ليه؟ لأن ممكن ما يكونش في صحفيين، ولكن عمال المطار أو أمن المطار أو بعض الأهلوية حتى اللي شغالين في المطار أيا كانت مناصبهم بيروحوا يلتقطوا الصور وينزلوها زي ما حصل مع أكثر من لاعب، عشان كده بيخرجوا متخفيين زي ما يقول لك إيه، متسترين في جنح الليل، ولكن داية كان متسترا في جرح النهار أو الصباح. فمليون مبروك للأهلوية، معاكم لحظة بلحظة خدتكم في صفقة أشرف داري من أولها وحتى وصوله إلى فندق جي دبليو ماريوت، وحتى فندق جي دبليو ماريوت. هو بقول لكم أهو، أنا قلت لكم لما يكون في معلومات لا تضر أقولها، لكن في معلومات كثيرة عندي ممكن يعني تضر أو تكون يعني قولها ممكن يفسد العلاقة بيني وبين مصادري فما بقولهاش. فأشرف داري وصل القاهرة اليوم، والعبد لله الوحيد في مصر اللي قال والوطن العربي إنه هيجي يوم الاثنين، حتى اللي كلم أبوه وقال التلات أو كلم أبوه قال الأربع قلت معلش الراجل ضحك عليكم المرة دي. وأشرف داري الاثنين في القاهرة، وبالفعل وصل الاثنين واستقبله مندوب من النادي الأهلي. مليون مبروك يا أهلوية، أقيدوا العوازل. يا ما قالوا ما فيش أشرف داري، ويا ما قالوا يا راجل يسيب أوروبا ويجي الأهلي، يا راجل تفنكوش، يا راجل تمعبوش، يا راجل تبربوش، وشغالين بعيد عنك زي ما قلت لك لهبل ملموم على العبيط،
والاثنين عاملين زي اتلم تنتن على تنتون لخرف تنتن ولا تنتون. طبعا ميتين ميتين يا جماعة ميتين. النار اوعى وشك بتوع الوداد. قال لك الخاين اشرف داري ومش عارف ايه. برضي تلاقي شوية مرتزقة او اي عيل يروح يولع الدنيا على صفحات الوداد ياخد منها شير ولايك ونفس الوضع. وانا بقول انت دلوقتي اشرف داري اهلاوي ووصل مصر، انت مالك ايا كنت بتشجع مين؟ انت مالك يعني انت مالك ايا كنت انت بتشجع مين؟ انت مالك يعني عايز افهم يعني انت مالك انت ايا كنت انت بتشجع مين؟ انت مالك يعني عايز افهم يعني يعني يا اخي ما تشوف مصايبك وتشوف بلاويك. المهم الحرقان عيموت فاهمين انتوا بقى. أكان مش عايزين نغلط النهارده، عايزين نقضيها ليله من غير غلط. عشان كل يوم اصحى من النوم الاقي واخدين لي ترندات عبد الناصر مش عارف ايه والكلام ده. مليون مبروك يا اهلاويه، اشرف داري رسميا في النادي الاهلي ووصل القاهره وانفرادي في الجول في الالولو. الحمد لله ربنا موفقنا جامد جدا 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 في هذا الماريكاتو بشكل اكثر من هايل بشكل. الحمد لله راضيين جدا جدا، وان شاء الله باذن الله ربنا يتمم اللي جاي على خير. كولر سعيد جدا بصفقة اشرف داري، والجمهور سعيد جدا باشرف داري. واسمحوا لي بس ان انا احيي نفسي، برافو عبد الناصر، برافو 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 برافو. ده الفرق لما تكون بتتفرج على اعلامي وعلى مؤسسة، سواء بنطلع على تلفزيون او بنطلع على يوتيوب، وبين انك بتتفرج على عيل صايع. ده الفرق ما بين انك انت بتتفرج على عيل صايع وبينك انك تتفرج على اعلامي محترم بيجيب لك المعلومات من فم الاسد من فم الاسد. وانا بقول لك تاني، مفيش حد في مصر والوطن العربي قال اشرف داري جاي الاثنين الا عبد الناصر. على فكره الاهلي ما اعلنش. بيني وبين اي حد التحدي التحدي الطيران الفرنسي. يشوف كده على متن طائره الصباح الركاب مين؟ هيلاقي اشرف زهير داري. مش عايز اطلع لكم حتى الرقم الكرسي والبوردنج. اللهم لا حسد، هذا لا يعني الناس، ولكن برافو عبد الناصر، برافو برافو برافو، احسنت. ده انفرادي ان هو جاي الاثنين، وبرافو لكل التيم اللي معايا بذلوا جهد كبير جدا جدا في صفقة اشرف داري. الصفقة اللي بنخلصها لازم نرفع ليه؟ نرفع السلام ونديها البروجي، واخد بالك انت، ونقول برافو برافو. والاهلاوية حبايبنا فوق دماغنا، وهنفضل نجيب لهم الاخبار السعيدة رغم انف المتخلفين والمرتزقة. عاش يا ابطال، فريق عمل شغال معايا زي النار حتى نهاية الماريكاتو باذن الله تعالى باذن الله تعالى.